الله الرحمن الرحيم. طبعا بكره ان شاء الله احنا عندنا جلسه خاصه بستة من زملائنا محامين الجهاد، بترجع لقاعات الدعوه في غضون عام 2016. كانت النيابه العامه بسبب قضيه قائمه بتحرير المحضر الخاص بها السيد الرئيس نيابه مايه الدين، حرر محضر ضد السيد رئيس محكمة حلوان وسكرتير الجلسة وأحد السادة الزملاء المحامين. وكانت الواقعة خدت شكل معين كده، وكان صدر بشأنها قرار من النائب العام بحظر النشر عشان القضية فيها قاضي يعني. وعلى أثر القضية دي تم اتهام السيد نقيب محامين حلوان والسيد الأمين العام والسيد وكيل النقابة بمعاونة المتهم على الهروب، رغم ان رئيس نيابة حلوان بنفسه رئيس نيابة مايل بشخصه قرر ان هو لم يحتجز الزميل المحامي حال ضبطه مع سكرتير الجلسة، الا ان هو تم توجيه الاتهام ده للسادة اعضاء المجلس على رأسهم النقيب، وتم طلبهم من خلال اسم الشرطة بمخالفة للتعليمات العامة للنيابات. وكانت هنا رفض واحتجاج الجمعيه العموميه للمحامين حلوان، على اثرها قرر مجلس النقابه بعمل يوم اضراب عن الجلسات بالشكل اللي رسمه القانون، وبالفعل حضرنا كاعضاء مجلس رفض الجمعيه العموميه، وقمنا باثبات اضرابنا امام الساده القضاة جنى حلوان الدائرتين عن يوم 1/12/2016. اثبتنا اضرابنا واستجابت الساده القضاه لذلك، وتم تاجيل الجلسات، وكان ذلك طبعا بالتواصل مع السيد النقيب العام مجلس النقابه العامه. وفوجئنا بعد كده بان النيابه العامه بتقحم سته من زملائنا وبتوجه لهم اتهامات وبيصدر بشانهم اوامر بالضبط والاحضار. طبعا النقابه الفرعيه والنقابه العامه من اول وهله لم تتاخر لحظه واحده عن الزملاء، ووقفنا طبعا ووضحنا المواقف، ووضحنا ان السيد رئيس النيابه يعني وجه الاتهامات دي جزافا، وان مفيش حد من المتهمين اضرب، بل المحامين استخدموا حقهم المشروع في الاضراب واثبات اعتراضهم على طلب ناقضهم بالشكل اللي ما رسموش القانون. النيابه بدات بمخالفه القانون مع المحامين. ومن 2016 طبعا واحنا في مفاوضات مع النيابه العامه، نيابه جنوب القاهره، نيابه الحوادث، نيابه حلوان الكليه لما تم فصل النيابتين، وكل الوعود كانت سواء لنقابه فرعيه او لمجلس النقابه العامه والنقيب العام بان القضيه سيتم حفظها، وان الملف خلاص ما فيهوش حاجه، وان القضيه هتحفظ. وفضلنا متابعين القضيه، وبقت القضيه تروح لنيابه الاستئناف للمكتب الفني وترجع وراحه جايه، وكل الوعود بتقول ان القضيه هيتم حفظ ملف القضيه، خصوصا ان الملف الاصلي اللي انشقت منه القضيه ديت تم حفظه بالفعل. فوجئنا من خلال ثلاث شهور كده بان السيد رئيس النيابه الكليه الحلوان بيخبرنا كنقابه فرعيه بان القضيه هيتم تحديد جلسه ليها، وان هي تم قضها جنح امن دوله طوارئ. طبعا هم اسندوا للزملاء جرائم اعتبروها في التوقيت دوت كان في حاله طوارئ في البلد، وان المواد العقابيه ديت بينطبق عليها قانون الطوارئ، فبناء عليه تم قضاء جنح امن دوله طوارئ. طبعا الامر دوت احنا كمجلس نقابه لم نسكت عليه. قمنا بالتظلم للنائب العام وقدمنا تظلم على عريضه للنائب العام، بالفعل طلب معلومات عن القضيه، كانت القضيه لم تعلن للساده الزملاء السته المحامين. فاتسحبت من الجلسه بالفعل بناء على الطلب اللي تم تقديمه من مجلس نقابه حلوان. واتوقفت اجراءات الاعلان، واعيد قيد الدعوه مره اخرى جنح عاديه بعد ما كانت مقيده جنح امن دوله طوارئ. وبعد كده تم تحديد جلسه 9/9. طبعا في الجلسه ديت حضرنا احنا كمجلس نقابه محامين حلوان، وشاركنا في الحضور كثير من الساده اعضاء النقابه العامه، النقيب العام طبعا كان في المؤتمر ومحامين العرب خارج البلاد، ده اللي سبب عدم حضوره يعني. وفي الجلسة ديت تم تأجيل الدعوة إداريا لجلسة 16/9/2016. وقائع القضية بقى، طبعا النيابة العامة أسندت للسادة الزملاء الكثير من مواد الاتهام اللي مالهاش أصل في الورق، لأن القضية ديت بدأت بسؤال أربعة من الموظفين، طبعا أُملي عليهم، أُملي عليهم لأن هم
بناء على اقوالهم تم توجيه العديد من الاتهامات للست زملاء، اللي هو اتهام البلطجه والاحتجاز وتعطيل مرفق عام. كل الاتهامات اللي تم توجيهها بناء على تلك الاقوال الصادره من اربعه من موظفين نيابه مايو والتبيين تحديدا، تم العدول عنها في نهايه التحقيقات بعد ما الموظفين كانوا بيدعوا على الزملاء ان تم ان قاموا باحتجاز الساده وكلاء نيابه مايو والتبيين ورئيس النيابه من الساعه 9 صباحا للساعه 2 الظهر، كلهم رجعوا عدلوا عن اقوالهم في نهايه التحقيقات، وقالوا ان المحامين كانت وقفتهم او احتجازهم او اضرارهم في قاعه البنى وهم بيعدوا من القرعه كانوا بيعدوا يعني عدوا الوقت خد من 5 دقائق ل10 دقائق على اقوال جميع الموظفين وصولي اكثر من 15 موظف. طبعا احنا كمجلس فرعي من بدايه التحقيقات واحنا قائمين على القضيه ويعني ما قضيناش فيها مجهود ممكن يبذل، لم نطرق باب ولم نتركه. طبعا اثناء التحقيقات كان لينا كمجلس فرع الطلبات وضعنا في القضيه الكثير من الطلبات. السيد رئيس نيابه الوان الكليه السابق بصراحه نفذ لنا طلباتنا، نسخ صور من الدفاتر وضم الكثير من الاوراق اللي قدرنا نثبت من خلالها ان احنا لم نقم بتعطيل العمل، وان بالفعل العمل في المحكمه في يوم 1/12 ويوم 3/12 ويوم 4/12/2016 كان على اكمل وجه ومفيش اي شيء حدث عطل تم تعطيل العمل من خلاله، ومن اجل ذلك تم استبعاد جنايه تعطيل مرفق عام. طبعا القضيه احنا بكره الزملاء في بعضهم هيحضر وفي بعضهم مش هيحضر، لكن ان شاء الله يعني اوراق القضيه كويسه جدا، كل الادله اللي فيها بتشرح بعضها. عندنا القضيه بتقوم على اكثر من محور، المحور الاول تحريات المباحث، طبعا تحريات المباحث تحريات غير جديه، جاءت تخالف تماما اقوال محرر المحضر اللي هو محمود اسم الجوان ومفتش الفرقه اللي هم بداوا المحضر برضه. التحريات جت تناقض اقوالهم، التحريات اقحمت بعض الزملاء وبعد كده عادت واستبعدتهم مره اخرى. عندنا اقوال الاربعه من الموظفين ده دليل القول في الاوراق اللي هم رجعوا بعد ما ادلوا اقوال تم توجيه الاتهامات على اساسها، تم العدول عن اقوالهم وده يعتبر تزوير مادي ومعنوي في الاوراق. ان كان حتى في دليل فني قدم في الاوراق، الدليل الفني ده ضعف وسهل لان النهارده حتى مقدم الدليل نفسه لم يعني قرر بالظبط كده، قال ان انا انتقلت لمحكمه حلوان قدم لي احد الاشخاص اسطوانه ومجه. طبعا الكلام ده هو كلام غير قانوني، يعني انت النهارده مين الشخص اللي اداك الاسطوانه دي ومن اين استحصل عليها او اين يعني هل هو نزلها من على احد المواقع الاجتماعيه ولا. فطبعا القضيه فيها كلام كتير، القضيه براءتها فيها يعني احنا بنأمل كل رجائنا من ربنا ان احنا يوفقنا وان السيد المستشار اللي بينظر موضوع الدعوه يتجرد تماما من اي ديون ويفصل في الدعوه بالاوراق. لو تم الفصل في الدعوه دي من خلال الاوراق فاحنا ان شاء الله نضمن براءه الست زملاء، لان براءتهم داخل الاوراق نفسها، لان الاتهامات اللي وجهت لهم من قبل النيابه العامه لا اساس لها في الورق. النهارده الملف موجود قدام المحكمه واحنا ان شاء الله مطمئنين يعني للمحكمه اللي تنظر الموضوع، ونتمنى من الله التوفيق والسداد والله المستعان. وبشان طبعا النقابه العامه او النقابه الفرعيه احنا في ظهر الزملاء قلبا وقالبا، ان شاء الله بكره النقيب العام يترأس هيئه الدفاع والساده اعضاء النقابه العامه يعني معظمهم ان شاء الله هيبقوا حاضرين، ومجلس نقابه حلوان وبعض المجالس الفرعيه كلنا متواجدين ان شاء الله على محكمه دول حلوان.